بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك، من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن في كل سكناته وتحركاته وحله وترحاله لا غنى له عن خالقه تبارك وتعالى، إذ هو عونه ومعتمده ومبتغاه. وكلما قويت صلة العبد بربه وكان دائم الطاعة لله تعالى هدي طريقه وألهم رشده وقويت عزيمته وازداد قوة إلى قوته. ولقد فطن أولياء الله وتيقنوا أن ذكرهم لله تعالى هو قوتهم، وأن حاجة أرواحهم للذكر أحوج من حاجة أجسادهم للغذاء، فقلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكر الله. فعبادة الذكر تغذي الأرواح وتقوي الأنفس وتربي الإرادة، فلا عجب أن تكون هذه العبادة دافعاً يقوي النبي والأمة على ما يواجهها من الشدائد والصعاب في سبيل الله تعالى. إخوة الإيمان، والذكر عمدة العبادات وأيسرها على المؤمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والحياة الحقيقية هي حياة القلب، وحياة القلب لا تتم إلا بالعمل بما يرضي الله تعالى. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إخوتنا في رحاب الإيمان، فهيا بنا نذكر ربنا تبارك وتعالى بخير الذكر، ونبدأ بخير البدء. نستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة، بدءاً من الآية 22 وحتى الآية 58 من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا
ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما الصلاة والزكاة
الزكاة ما دمت حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله سبحانه، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، لا إله إلا هو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
يا سيدنا سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاء يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهابنا
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الب